جو بونس التراك هذا هو التراك الواحد في الالبوم اللي اللي فريمون تعذبت فيه واللي فريمون بغا نوصل ليه واحد الناس. بريزي خليل سمشي خليل بريزي رابر ولد كازا ديت الراف 2009 فري ستايل في الزنقة من هنا من ليه بقيتي غادي تكتلقى راسك وليتي رابر مبقيتش باغي دير والو. عاونوني بزاف الناس فاش يلا بديت طومين نيت سجال لي برود وتا اللي عاونوك عاود تاني كلمة زوينة كيسمعوك بنادم كدير شي حاجة كيقولك سير الله يسهل عليك انا مآمن بك انا باغي. نورمالمون التراك اللي خرج نورمالمون كونسيبت ديالو كيدوي على لا الهضره اللي كتسمعها بزاف ديال الاحياء الشعبيه كيبان لك بنادم فهمتيني ما راضيش على الوضعيه باغي يحيد من هاد البلاد. في الفيلم ديال كازانيغرا كانت البديه ديال الفيلم كان داك التروك ديال شادات الصويره ديال مالموكم كواصيف طالي خالهم السويد هذا جاتني لانسبيراسيون من هذاك وخدمت هاد البروجي. داس طوناج زوان بحكم انه صورت كليب في دربنا تعاونوا معايا الناس ولاد دربنا وهذا وحاولنا نديرو حاولت ندير في هذا الكليب شي لعبات اللي ما كنتش كنديرهم في كليبات الاخرين و جو بونس كليب يعجب بنادم. عندي واحد البلان في الالبوم كاين واحد السيد ضارب معايا فيت في الالبوم كنت صغير وباغي ندير معاه فيت ولقيت راسي 2020 ضارب معايا في الالبوم. الالبوم بو لانستون كامل خاص شي لعبات صغار ونعزلوا الوقيته المزيان اللي تلاح فيها الالبوم ونشوفوا البوبليك امشى باغي الالبوم. في الراب المغربي البنات في الراب المغربي كاينين كيبانوا ليا جوج كاينه خشك وكاينه ايلي الله يسهل عليهم. راه الراب المغربي راه هو دار كتبقى موسيقى كيما سمعتي البنت كيما سمعتي الدري اللي عنده راه عندي ظريف انا بزاف ما كنكلاشي ما والو. المشكل اللي كيطرى ليا شنا هو كنلعب ليك وتخيب بزاف كتقد مثلا في شي طخا حتى ما ناوي على حتى شي واحد حتى كيخرج شي واحد كيقول لك راه عليا وانت اصلا راه ما عليش كتضحك انا كنضحك عباد الله. بيغ ولا ديزي نورمالمون بجوج عطاو الراب المغربي بيك عطا الراب المغربي وديزي تا هو تبارك الله كارير عنده واره كارير بو موا راه ديزي مالمون الشيفر اللي وصل ليه راه غيستاهلو. علاش سوا ضرب لي شيفر سوا ما ضربش لي شيفر حيت كيبقى هاد الديسك هذا الناس اللي غيحكموا عليه ماشي انا. يلا ما ضربش لي شيفر راه صافي راه ما يستاهلش. حصلنا في الروضه العيش انا ماشي حياه حصلنا في الروضه العيش انا ماشي حياه اللي كتلقى بنادم كيطراو ليه مشاكل بسبب شي حاجه ما دايراش كيتظلم كيطراو ليه بزاف البلانات في حياته اللي هو اصلا ما عنده حتى شي دخل فيهم ولا ذنب فيهم كتلقاه مثلا كيصرف اغلاط ديال وحدين اخرين راه صدر شارح راسه كثير هذا بلا عوده غنسالي وجنايات كثير هذا بلا عوده غنسالي وجنايات. الاغلبيه ديال لي جون في البلاد راه باغين يهاجر حتى الناس اللي قارين عندهم دي ديبلوم لعيباش كيقلب على اي فرصه باش يمشي بها داك الديبلوم ديالو مثلا لبرا. من ناحيه اخرى كتلقى الدراري حتى هما اللي واخا ما قراو ما خدامين ما والو كيلتجؤوا للهجره السريه اما راه ولدك حربي عاش حياتهم اما راه ولدك حربي كيطير في السما واخا كيكون الصقور كيطير في السما راه ما كيخافش منه. بلادي ظلموني وقالوا انا اللي ظالمهم بلادي ظلموني وقالوا انا اللي ظالمهم هاد السطر بعدا راه المغرب كامل عارفه وفاش كتجي تحل هاد السطر هذا راه كتلقاه بصح كتكون واقف قدام دارك كيجي واحد كيقول لك اجي اش كدير هنا هاد اللعيبه تبقى تبان لك مثلا راه صغيره شي واحد اخر ما قادش يدي عليها ولكن كله نفسه صغار وكنعيشوا بلا كالمو كنعرف ناس انا عندهم 16 عام 15 عام وكيتعالجوا عند الدكتور النفساني كياخذوا تخيتمو ديالهم وهذا بسبب اللعيبات اللي كيعيشوهم في حياتهم. الكبار كيضربوا في اللعقة ولا جان ضربوا الحبس فابور الكبار كيضربوا في اللعقة ولا جان ضربوا الحبس فابور. واحد الكاتيجوري ديال الناس اللي كيشدوا فلوس على والو ما كيديروش خدمتهم ولا جان كيضربوا الحبس فابور. كاين اللي كيدير وكيمشي وكاين اللي ما كيديرش حتى هو كيمشي. جينيراسيون كازانيغرا باغي السويد ومالمو جينيراسيون كازانيغرا باغي السويد ومالمو ورا جينيراسيون كازانيغرا باغي السويد ومالمو